أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى هذه النشرة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ محطة الضبع وفق الجدول الزمني المحدد. وخلال اجتماعه بالقائم بأعمال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري المالية والكهرباء، وجه الرئيس بضرورة الانتهاء من تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة الكهرباء وفقا للبرامج الزمنية المحددة. وفيما يتعلق بإنشاء الجامعات الخاصة الجديدة في مصر، شدد الرئيس على أن يتم ذلك من خلال اتفاقيات للتوأمة مع أعرق الجامعات العالمية، وذلك لتقديم أرقى مستوى تعليمي جامعي. هذا واستمع الرئيس خلال الاجتماع لتقرير حول خطة الحكومة للتنمية الشاملة في سيناء.